إذن عضو إعلام المفوضية عماد جميل ينضم إلينا من بغداد. أهلا بك سيد عماد. يعني ذكرت قبل قليل في الفيديو السابق أن عملية إعادة العدوى الفرز ليست من صلاحية المفوضية وهي من صلاحية المحكمة الاتحادية، إذن لماذا المطالبات جميعها تأتي إلى المفوضية وليس إلى المحكمة الاتحادية؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. في الحقيقة هذه المطالبات، لأن المفوضية هي اللي تدير العملية الانتخابية، ويتوقع الأخوة بأن كل شيء هو يدار من قبل المفوضية، لكن المفوضية ملزمة بقوانين وإجراءات وأنظمة، ومنها يعني قانون. هذه المعلومة ليست واضحة للمرشحين السياسيين، لا يعلمون بهذه المعلومة؟ في الحقيقة واضحة، ولكن هنالك إجراءات سيتم اتباعها، وهذا من ضمن هذه الإجراءات الطعون التي تم تقديمها، والطعون الآن في الحقيقة اليوم إن شاء الله سيكتمل النظر بها، وبعد ذلك يوم الأربعاء راح نبدأ بعمليات العدو الفرز للطعون اللي تم قبولها، وأيضا استهداف ما يقارب أكثر من 800 محطة سيتم فتح عدها وفرزها يدويا. وهذه المحطات تقريبا قبلت من خلال الطعون اللي قدمت معها أدلة ووثائق تثبت ذلك. نعم سيد عماد، ما هي نسبة الطعون التي تم قبولها؟ يعني بالتالي هل سيتم إعادة عدها وفرزها يدويا؟ هل هذا هو الموعد الزمني المحدد الذي ذكرته يوم الأربعاء القادم؟ نعم، لحد الآن تم النظر في 1277 طعن، أوصل المجلس برد الطعون ما عدا 46 طعن أخذ بنظر الاعتبار، لذلك لأن هذه الطعون تحتوي على وثائق تثبت مضمون الطعن، وبذلك هذه الطعون أدت إلى أن هنالك ما يقارب أكثر من 800 محطة سيتم فتحها وعدا وفرزها يدويا. هذه المحطات تابعة لمحافظات مختلفة، منها نينوى، بغداد، صلاح الدين، بيقار، البصرة، أربيل، لكن كل هذه المحطات ستجمع في بغداد في مركز العدو الفرز، ويتم العملية بإشراف مراقبين، وخاصة المراقبين أصحاب هذه الشكاوى، وأيضا من لهم أصوات داخل هذه المحطات. سيد عماد، في سؤال أخير، هل هناك احتمالية لتمديد فترة الطعون أو نظر بالطعون، وأيضا هل حددتم موعد نهائي للمصادقة على النتائج؟ لا توجد هنالك فترة أخرى للطعون، لأن فترة في الحقيقة انتهت، وانطينا 3 أيام لتقديم الأدلة وأيضا انتهت، وبذلك الآن نحن على الإشراف على نهاية اليوم إن شاء الله تنتهي عملية النظر بالطعون بكامل الطعون البالغ عددها 1400، وبعد ذلك سيتم عد وفرز المحطات اللي تم تشخيصها من قبل الطعون المقدمة، لأن الطعن الواحد في الحقيقة لربما يشمل أكثر من 20 محطة أو 25 محطة. أما قضية إعلان النتائج النهائية فهذا يعتمد على حسم قضايا الطعون والشكاوى المقدمة من قبل الهيئة القضائية العليا، وبعد ذلك تعلن المفوضية الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات وبأسماء أعضاء البرلمان الفائزين، وترفع إلى المحكمة الاتحادية. طيب، جزيل الشكر لك عضو إعلام المفوضية عماد جميل لكل ما أدليت به من معلومات.